اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، وانا مازال معكم مباشره من مدينه القنيطره، وبالضبط من لافيليوت، وبالضبط كذلك من المول سنتر انفاس مع المحلبه ديال ميموزا. اليوم هو لاول مره غادي نشارك معكم التريات. اليوم غادي نشارك معكم بيع جميع انواع ديال التريات ديال النحاس وكريستال بالجمله والتقسيط، وكذلك اصلاح جميع انواع التريات. مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم جبت لكم اشهر محل مشهور ومعروف، معروف بالجوده ديال التريات ديالو، كذلك معروف بالديكور والارتيكلات اللي مزيانين، او اللي نقولوا زوينين بزاف. هنا ابتداء من تقولوا لينا سيما الثمن، هنا ابتداء راه من 20 درهم. بالنسبه للتريات راه عنده اجواد الماركات، اي تريه عندكم في الدار ما عليكم غير تواصلوا بهذا الرقم الثاني، هو اللي فيه 06 93 99 08 61. الا عندكم التريه ديالكم وبغيتوها ترجع لكم جديده كيف ما كانت، مرحبا بكم الف مرحبا. مرحبا بكم عند ميزون ديكون فين ما كنتو، هما كيرحبوا بكم وكيديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه. بالنسبه لليوم لهذا الفيديو انا فرحانه بزاف، حيت غادي نبارطاجيه مع المشاهدين ديالي، والمشاهدين ديالي يستحقوا شي فيديو بحال هكا، ويستحقوا هاد الارتيكلات اللي تليق بالمقام ديالهم. ما شاء الله، والله اكبر، اللهم بارك، كلشي زوين وكلشي غزال، وحتى هما كيديروا برومو في التريات في الارتيكلات. مرحبا بكم والف مرحبا. هانتوما كما كتشاهدوا، وكاينين ديكورات، كاينين الكيسان، كاينين برارد من يعني من احسن الانواع، جوده عاليه، وكيكونوا مشغلين بالذهب. هانتوما كما كتشاهدوا هاد اللون الذهبي كيجي زوين في المائده ديالنا، وكذلك من كنبغيو نديو شي هديه وكنكونوا محتارين ما عارفين شنو غادي نديو للعائله ديالنا او شي صديق عزيز، وبغينا نديرو شي هديه تكون مزيانه ويكون الثمن ديالها حتى هو مزيان. انا دائما كنبحث ونقلب لكم ونجيب لكم شي حاجه تكون زوينه. هانتوما كما كتشاهدوا، واي حاجه بغيتوها مرحبا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين وخوتي وخواتاتي، كي دايرين بخير؟ كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. كما عودتكم قلت لكم دائما غادي نجيب لكم الجديد والحصري والحصري حتى في الاثمنه. انا اليوم كنتواجد كذلك في هنايا في قنيطره، المنطقه ديال الغرب، المنطقه ديال زعير، ياك منطقه شرار دا بني حسين، زعير، واتسبو، بلارج، المقلاق. المهم قنيطره راه معروفه بهاد الميزه، بهاد الميزه كامله، يعني المنطقه ديال الغرب. انا جيت لكم اليوم جبت لكم واحد العاوته حقيقيه، واحد الحال، واحد المحل ما شاء الله، والله اكبر. اولا عنده بجوج ميزات، عنده ثلاثه ميزات ولا اربعه، كلهم ميزات في الحقيقه. عنده البيع بالجمله والتقسيط هنايا، ياك كاين عندكم الجمله في الترياج وداك الشيء كاين كيف هو الجمله في الترياج وفي كل شيء، حتى في هاد الارتيكل لي بونبونيير وداك الشيء مبيخاص. عندهم البيع بالجمله والتقسيط، والمحل ديالو هنا اللي كاين في لافيلو، في لافيلو القيصريه، قيصريه ولا مول؟ لا هذا مول ديال لافيلو سنتر. يلا تفتح جديد، هذا قريب قريب بالضبط، قريب لمخبز انوار. اي كيبغيو الناس التفاصيل حدا مخبز ديال انوار، قريب راه انفاس مع اريج، راه معروف اريج. اريج اللي كيبيعوا شي العطور والبارفان وداكشي. المهم هذا من الحي ديال لافيلو، الحي ديال لافيلو تقريبا انفاس مع مول جديد. المهم وعندك شفت عندك حتى البرومو، كاين البرومو، كاين هاد الميخرة راه اللي كنعرفك، هادو فيهم تروات ياس، ياك هادو برومو، نبداوكم بالبرومو غادي نمشي لكم الكثير والقاصح. ما شاء الله، الله اكبر. انتما شوفوا كيف عاملين، كيمشي معاهم داك البلاطو. لا هادو بوحدهم 149 درهم، 149 درهم كيمشي بكليوتات بحال هكا. شوف درنا لكم افتتاح، وافتتاح في البرومو، حيت شحال هادي ما صورت لكم في مدينه قنيطره، ها هو دار لكم برومو لا ليفغيزون لجميع المدن المغربيه، والناس ديال قنيطره، سلان، نواحي، خمسات، كازا، اجيو لهنا للمحل يكون غير خاطركم، عنده داكشي زوين بزاف بزاف. المهم ثلاثة دايرين 150 درهم فقط. شكرا. والمبيخرات الكبارين كاينين، حتى هما كاينين، كاين المبيخرات الكبار، كاين الفراقات، كاين هادو كيمشيو حتى هما بثلاثة. كاينين عاوتاني هادو، هادو كاينين 49 درهم الوحدة، هادو بشحال كانوا صديقة قلتي لي نقصي لهم، نديرو لهم 45 ماشي مشكل. شحال دابا شحال كان؟ 70 درهم كانوا 70 درهم، شحال ديتيهم؟ 45 درهم. اعزائي المشاهدين اللي غادي يجي من طرفي ومن طرف عالم ناسيما، غير 45 درهم. شوفوا شي حاجه، سمعوا شي حاجه زوينه، شوفوا
مرحبا بكم وألف مرحبا. كان نديرو فيهم أي حاجة، الشوكولات، المملحات، الخويسك، أي حاجة راقية، شي حاجة راقية كنقدموها في المائدة ديالنا. ماشي ضروري يكون عندنا الطيب، حتى حنا نتمتع ما نخبعوش الحاجة. كاين بحال هاد البلاد كيديرو 100 درهم، هادو عامين، هادو ديال الأعشاب، هذا ديال الأعشاب، راه عرفت هادو ديال الأعشاب. جا عندكم شي واحد ما كيشربش أتاي، ما كيشربش قهوة، وبغيتو ديرو شي كليسة بريستيج، حتى هي شي كليسة على الخاطر، وتجمعو مع راساتكم، غديرو هاد البريق هذا ديال الأعشاب بصحتكم وراحتكم. قلتيلي هذاك 100 درهم، هذا بروموسيون ديال 80 درهم، هذا 100 درهم شحال كان سابقا؟ هادو كانوا كيديرو 150، هذا حاليا تيديرو 150 درهم، 140 درهم. شوف هذا ما بين 150، كيدوزو 150 درهم و 140 درهم، واليوم ولأول مرة كنشارك معاكم المحل، دار لكم 100 درهم فقط. ممكن ديرو حتى فوق البوطة، ولكن كنفضل من الأحسن باش يبقى مزيان ندير ليه غير المطايب ونديرو الأعشاب. ديال الأناناسات 55 درهم، هذا غير ديكور ما كتحلش. لا ما كتحلش، هادو الكبار من هادو الكبار، هادو المويان، هادو متوسط. كاينين صغار منهم كبار؟ لا كاينين دابا غير مويان. هادو غير ديكور؟ اه ديكور كيتحطو في الدار. هادو بشحال دايرين؟ 55 درهم. 55 درهم، ما شاء الله ما شاء الله. المحل كلو غني بهادو ديال الشميعات، كنزينو بهم المائدة ديالنا. زوينين هادو، شحال كيبقى؟ هادو 75 درهم. 75 درهم، هادشي اللي كنقول لكم راه كله برومو. انتما 75 درهم، ممكن ناخذو 3 او 2 كنزينو بهم المائدة ديالنا، زوينين ونصب كله كيمشي للعصفور ب 25 درهم. هادو 50 درهم، هادو 50 درهم، هادو زوينين في الحقيقة ديال هادو اعزائي المشاهدين. 25 درهم، هادو انا اللي عجبوني انهم ديال لاباي، كيتغسلو باش ما نديروش حتى التلوث في البيئه. نتوما عارفين ديال البلاستيك راه كيكون تلوث البيئه. والله الا بنتي كتشريهم ديال الكارطون باش ما ديرش، باش ما ديرش التلوث، وبالله الا كتاخذ ديال على التلوث ديال البيئه. ها نتوما ها هو جاب لكم هادو، ومعاهم حتى الشيته ديالهم باش كتنظف. 25 درهم، كاين حتى هادو كذلك 50 درهم. 50 درهم ديال العصائر ياك؟ اه تيوما طبعي ديال العصير، اه ديالهم كيكونوا الكيسان طوالي. شوفوا تقدروا هاد التويشيات تقلبوا عليهم شي بلاصه وما تجبروهمش، يعني بحال هاد التويشيات قليل المحلات اللي كيديروهم، قليل باش تلقاو هاد التويشيات بحال هكايا. هانتوما هادي منها لاباي ومنها كنحركهم، هادي حتى هي 25، لا هادي 30 درهم، هادي لا 50 درهم، 50 درهم اعتذر سمحوليا، انا واقيلا هاد اليوم بغيت ندير له كلشي كلشي هابس دكدك. هادي 50 درهم، وحتى هي معاها الشيته ديالها 50 درهم، وحتى هادي راه لاباي. ما نقدروش نجبرهم في شي بلاصه. هادو هما صافا 6 50 درهم. هادو في الحقيقه عجباتني الفكره ديالو. هانتوما منهم معلقات، منهم لاباي عجبتني، وجاني في الامر عندهم الشيته باش كيتنظفوا، باش ما يبقاش لداخل داك العصير ولا شي حاجه، باش ما يكونش. شوفوا ها هي، باش نوريكم طريقه الاستعمال ديالها. ها هو هنايا، منها كنحركو منها لاباي. ها نتوما هادو شحال بجوجهم؟ لا كيمشي نشريو باكيه بوحديتها، باكيه بوحديتها هادو كيديرو 35 درهم الكاس. الكاس بلا هذا؟ اه الكاس 35 درهم. زوينين مالكم، زوينين والله الا فهمتوني. معليش انا بغيتك غير شي حاجه تكون مزيانه واللي تبقى وبان ليا ثقيل. لا براد زوين هذا، براد ثقيل وهماوي. هذا بشحال عام؟ هذاك تيدير 550 درهم. 550 درهم، عرفتي شي غير الهزه ديالو هماويه، ولا ممكن ديو حتى هديه. ممكن يمشي هديه، عنده لومبالاج زوين ديالو. راه عنده لومبالاج ديالو زوين. قلتي لي شحال كيبقى اخر ثمن؟ 530 درهم. 530 درهم اعزائي المشاهدين، 530 درهم. هذا ما فيهش الاحجام الصغار ديالو، كاينين كاينين الكبار الصغار كاين اللي بغيتي. هذا فيهم الاحجام، الا بغيتو مرحبا بكم والف مرحبا. حتى هذا راه فيه الاحجام، جوج احجام، ولا هذا حجم واحد؟ لا هذا كبير، هذا كبير من هو هذاك الصغير. هذا بشحال؟ هذاك تا هو 530 درهم، هذاك 500 درهم. 530 درهم، 530، الفرق غير بسيط بيناتهم. بيناتهم فرق بسيط، الفرق بسيط بيناتهم في الحقيقة. وممكن نمشيو معاهم حتى هاد الكيسان، هادو فيهم 6 ولا كتمشي لباقي ديالهم؟ فيهم 6، هادو فيهم 12. هادي 6 بشحال؟
ستة بمية وخمسين درهم. تلتمية وعشرين درهم. صافي اوكي دابا مزيان. عندنا السيبارات خسرت ليا المشاهدين، دايما كنشريهم ويتخسروا. باقي شي موديلات ديال البرارد؟ كاين في لاجون تاعك عاوتاني. هي بالنسبة يا سلام يا سلام يا سلام، شي حاجة عندنا وياكم قبل المقام ديالكم. شوفوا اعزائي المشاهدين، براد واش من براد؟ شحال هذا؟ هذا 350 درهم. 350 درهم، هذا فيه الصغير اللي بغينا نديرو واحد السوس واحد. كاين هذاك المويان، عاد كاين الصغير عاد كاين الكبير. حتى هادو كيمشيو بالبيض بالجملة بالتقسيط، هادو حتى هما كيمشيو بالبيض. حتى هما كيمشيو بالجملة، حتى هادا راه كيمشيو اعزائي المشاهدين ديالي كيمشيو بالجملة. شكرا. 12 كاس كيمشي؟ 4 اللوان. فيهم 4 اللوان، 12 كاس بشحال كيمشي؟ 320 درهم. كيمشي هبطو وكيمشي معاه البلون كاسي. يا سلام يا سلام، شنو جبت لكم اليوم؟ اليوم انا راه ما غاديش نسخر، غنبقى نصور لكم ندير لكم فيلم مطول. حتى البيض ديالو زاهر زاهر. شوفوا كيفاش كيجيو في السينيه المغربيه الهناويه ديالنا. هاد المجموعه شحال كتمشي ليا؟ هذيك 550 درهم. شحال واش 6 من بحاجه؟ 6 من بحاجه. 6 من بحاجه 550 درهم، كتبقى اخر ثمن ديالها 550. هذيك ماشي مشكل، هذيك تبقى 530 درهم. 530 درهم، راه عندها ديك الغلاقه ديالها اللي كتحط هكا في المائده، كنحطوها هكا. الغطايه ديالها كتجي بحال شكل البيضاء، وكاين صغار منها. صغيرين تيديروا 100 درهم. الفرقه عاد دخلت جديده، يلاه حطوها دايره 200 درهم. كذلك كاينين الكويسات ديال العصائر ياك. هادو كيمشيو معاهم 6؟ 6 ديال الكيسان مع القرعه ديالهم، هادو كيديروا 550. كاين هادوك 700 درهم، هادوك اللي ملهي كيديروا 250 درهم راهم. هادو اللي هنا؟ هادوك اللي ملهي، هادوك اللي على يدك اليمنى. فين هادو؟ لا، اللي حدا هاد هنا هنا، هادوك اللي من ورا ديك البواطا. وكاع ما شفتو. هادو 250 درهم، وتقالي 250 درهم شي حاجة فنة فنة. وخلاص راه كاينين حتى الديكورات هانتوما كما كتشاهدوا. راه ما نقدرش نوريكم كلشي، انا عرفتكم على المحل. هذا واش كيكون ديكور ولا كيمشيو؟ هذا كيمشيو 36 بياسه. 36 بياسه هانتوما اعزائي المشاهدين. بشحال؟ 36 بياسه 1100 درهم. باش كيبقاو 1100 درهم باش كيبقاو؟ شحال كانوا سابقا؟ كانوا 1400 درهم. 1400 ودابا بقاو ب 1100 درهم. راه حيد لكم 200 درهم ولا ليفغازون جميع المدن المغربيه. هاد الترموسات شحال بزاف هادو؟ كاين هادوك اللي في البيض كيعاوتاني الكحل ديالهم. هادو كيمشيو بجوج؟ بجوج بيهم. بشحال بجوج؟ بجوج بيهم 350 درهم. 350 درهم. كاين فيهم البيض كاين البيض كاين هاد اللون هذا. كاين حتى الكحل ديالهم. كاين الكحل. كاين الرخامي كاين بزاف الانواع ديالهم. اييه وهادي؟ كاين حتى هذا. هادي بشحال؟ هذاك تيدير 240 درهم. 240 درهم. الطريات واخا الطريات انهم عندكم الشكل وعندكم الحجم الاحجام مختلفه، غير ما مركبينش. قلتي خاصك جيت في الوقيته اللي باقي ما مركبينش بالنسبه للكبار. كاين تبيعوا بزاف ما زعما كناوش. هادو شحال من بوله هذه؟ كاين ديال الاربعه ديال هاد البيض. هادو فيهم اربعه. كاين عندنا من ثلاثه البولات حتى 64، يعني كاين ديال ثلاثه ديالو، كاين ديال اربعه خمسه سته ثمانيه على حسب المساحه ديال الصالون. او على حسب المساحه اللي عندك في الصالون كيفاش كتكون. حنا كنشوف مثلا كانت عندك صغيره كاينه ديال اربعه كتجيك مزيانه. كاينه ديال خمسه. شحال دايره الاربعه؟ كاينه ديال سته الاربعه كدير 1800 درهم. 1800 درهم، هانتوما شوفوا اش كتبان لكم 1800 درهم ديال الاربعه، وهي كتزاد في البلوط والثمن كيتزاد. غير قول لي هادو ديال النحاس؟ ديال النحاس، هذاك نحاس اسبانيا. كاينه النحاس ديال اسبانيا زيد. كاينه هاد الاربعه كدير 590 درهم. 590 درهم. اربعه البلوط. اربعه البلوط 590. كاينه هاد الاربعه عاوتاني، كاينه الموديل تاعو مختلف. هاد الموديل تاعو كاين عندنا ديال ثلاثه ديال الاربعه ديالو، ديال خمسه سته ثمانيه، وانت طالع حتى شحال ما بغيتي. هذا بشحال؟ هذا كيدير 2000، كيبقى ب 2200 درهم. 2200 درهم، شحال كان سابقا؟ هذا كيدير 2500 2600 2700. وراه كنأكد مرة أخرى، راه البيع بالجملة وبالتقسيط. أجيو مرحبا بكم، كيدير لا ليفغيزون جميع المدن المغربية. ما عليكم غير تواصلوا معاه وغادي تعطيوه المساحة ويوريكم شنو غادي يليق ليها. هذه شحال من بولة فيها؟ شوف. أنتم شوف. كاين ديال خمسة ستة. كاين ديال 8، كاين ديال 10 ديال داك الموديل، كاين بزاف الاشكال. هادي ديال 5 بشحال؟ عرفتي شونتيوات؟ ديال 5 كتبقى ب 2400 درهم. 2400 درهم.
وكاينه هاد الكلاسيكيه خلاص هذيك غير صوبنا على واحد سيده الاصلاح كنديروا حتى اصلاح الكريات هكاك مزيان يعني شي كريه قديمه ولا شي حاجه انتم سمعوا اعزائي المشاهدين كاين حتى على تخربت لكم شي كريه راه كيقوموا بالاصلاح هاد الميزه ما تجبروا حتى شي بلاصه غير عند المحل ديال ميزون ديكو انتم وكاين حتى هاد الروميه هذيك كاين حتى هادوك هذيك كدير 250 درهم 250 درهم كاين السيري ديالها كاين الكبار ديالها كاين البيض ديالها كاين المجموعه كامله على حسب الاحجام دابا غادي ندوز لكم لهذا الموديل العصري فيهم ثلاثه هادو كنديرهم في غرف النوم ديال الاطفال المهم هادو خفافين ظرافين نتوما عارفينهم عصريين هنا كل حاجه الثمن ديالها وكلها ورزق وكل واحد باش غادي ياخذها نتوما وزهركم فين غادي يكون مع ميزون ديكو مرحبا بكم هذيك 65 درهم 65 درهم حتى هادو كتبيعهم هادو حتى هما كاينين ولكن كنبيعو عين هادو كاين واحد السيده هادو واش كيمشيو لا ناب كامل لا 12 كانوا عندنا كان عندنا غير السرابز ما فيهمش لا ناب ديالهم لا كان عندنا لا ناب ولكن تباع شوف كانوا لا ناب تباعو فنان هادو بشحال كيخرجوا هادو تيديرو هاد الفينيسيون ديالهم هادو تيديرو 120 درهم 120 درهم 12 12 120 درهم ما شاء الله شو صغير حتى بخور كيدير 20 درهم 20 درهم واحد الخير زوينه حيت جاك المحل واش من ميتر ريحه ديالها كاين ما شاء الله هذوك البلاطوات عاوتاني داك البلاطو راه هو هذا اييه مدوغ سي المعلقه ديالها بغينا ندوزو شي كريسه على خاطرنا ما يدخل حد يمرضنا انا ما نكون كنمونت الفيديو ديالي اعزائي المشاهدين كنكون كنمونت الفيديوهات راه كنبغي نجلس على خاطري ما يجي عندي حد شي قهوه بحال هكايا شحال هذا؟ هذاك 90 درهم 90 درهم كتمشي مع هاد المعلقة الجميلة أنا في الحقيقة كلشي كيعجبني ولكن الخبز عندكم في الموديلات كاينين الموديلات حتى هادوك عاد جبناهم دابا غادي هادوك 90 درهم 90 درهم هادو حتى هما عاد دخلوا جدادين أييه وكاين هادوك حتى هما كذلك حتى هما 90 درهم حتى هما 90 درهم خمسة و هذاك الصغير تيدير 35 درهم الكبير 45 درهم الكبير 45 حتى هادي منكم كان مونتي الفيديو عجبني دا شي عصير بارد ولا شي موخيطو زوين في الحقيقة هانتوما شوف هما شحال من بياسة هنايا هذا كيمشي بحال هكا المبالغ ديالو هذا كل موديل كيمشي من نوت ستة ستة هي 24 24 وانا محيدهم وانا الله يكرمك كنشاهد هذا بشحال شوفوا اخوتي وعزائي المشاهدين ديالي كنكتفي بهذا القدر هذا وان شاء الله من غادي نجي الجديد وجيت لهنا القنيطره اكيد غادي نبارطاجي معكم الجديد ونبارطاجي معكم الاثمان انا عرفتكم ان المحل اللي فيه بزاف ديال المزايا فيه جوده عاليه فيه الترياج فيه البيع بالجمله وبالتقسيط فيه لا ليفريزون وكذلك فيه حتى الاصلاح ديال الترياج لو بغيتو تخسروا لكم وبغيتو تصلحوهم اجيو مرحبا بكم اعزائي المشاهدين كنكتفي بهذا القدر كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد وتبقاو على خير